الجميل مهرجان المؤسس، طيب الله ثراه في انطلاقته وتحدياته الجميلة. وشوطنا الحادي عشر من تمت انطلاقته بعون من الله تعالى وتوفيقه خاص هذا الشوط هنا أيضا ب اللقايا الابكار في هذا الانطلاق المميز الجميل. نسير هنا مع وزن على الصدارة وعلى المركز الاول لسعود بن صالح بن حمد القمرة من تاتينا على الصدارة وعلى المركز الاول، بينما المركز الثاني الفوعة على المركز الثاني لسالم بن لويهي بن زفنة العامري من تاتينا على ثاني المراكز. وفي المركز الثالث المركز الثالث والمنطلقة هنا على ثالث المراكز في هذا الانطلاق المميز الجميل والتحدي. كريم العطايا طالبك يا نتابع مشاهدينا الكرام المسيره، نتابع هنا الباديه لجابر محمد بن غانم بن سلطان السويدي من تتسلل بهذا الاداء الجميل والتحدي. هناك الوصول في هذه اللحظات من الجانب الاخر والانطلاقه والتحدي والاثاره هنا من غنايم الحمد بن سالم بن عبد الله بن هضع الشريفي من تاتينا رابعا. وفي المركز الخامس والانطلاق هنا ايضا من قبل صدى لمانع بن محمد بن مانع بن دواس العجمي من تنطلق بهذا الاداء الجميل والتحدي والاثاره مشاهدينا الكرام على المركز في هذا الاداء الجميل الخامس. هذه مراكزنا للمراكز الخمسه الاولى المنطلقه والمتحديه بهذا الاداء المميز الجميل. نعود مشاهدينا الكرام الى الصداره، نعود إلى المقدمة، نعود إلى التغييرات التي تطر وتجرو في مسيرة هذا الشوط هنا لمسافة الخمسة كيلومترات وضمن الأشواط العامة على أرضية هذا الميدان. نعود هناك إلى الصدارة، إلى المقدمة وإلى المركز الأول والمنطلقة على صدارة هذا الشوط والمندفعة. بداية من اندفعت الجبر بن محمد بن غانم بن سلطان السويدي من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول. وزن في المركز الثاني هو وزن لسعود بن صالح بن حمد القمرة من انطلقت إلى المركز الثاني. وفي المركز الثالث هناك الفوعة لسالم بن لويهي بن زفنة العامري من تأتينا على المركز الثالث، إحدى مناطق دولة الإمارات من تنطلق على المركز الثالث. وفي المركز الرابع هنا المنطلقة في هذه اللحظات غنايم تأتينا على المركز هذه ما تغيب هنا بهذا الانطلاق الجميل والتحدي. ولكن أرى التسلل، أرى التسلل في هذا الانطلاق الجميل. هنا صدى من وصلت، صدى لمانع بن محمد بن مانع بن دواس العجمي من انطلقت في هذه اللحظات بهذا الانطلاق المميز الجميل والوصول من قيادة محمد بن مكتوم بن راشد بن حفيظ المزروعي. وأعود إلى الصدارة، أعود إلى المقدمة وإلى المركز الأول. بداية على صدارة، بداية على المقدمة لجبر بن محمد بن غانم بن سلطان السويدي المنطلقة على صدارة وعلى المركز الأول. الفوعة على المركز الثاني لسالم بن لويهي بن زفنة العفاري، عفوا إذا كان هناك أيضا غلط في القبيلة، يا بن لويهي حاضرين يا حبيبي، حاضرين بهذا الانطلاق. هنا تأتينا ومن الجانب الآخر أرى التسلل من الجانب الآخر، التسلل الجميل في هذه اللحظات. هنا صدى لمانع بن محمد، هنا بن مانع بن دواس العجمي ووصول مشاهدينا الكرام. هناك في هذه اللحظات تغرودة أحمد بن مطر بن محمد بن خليفة العميمي من تنطلق بهذا الأداء. الشكرة قادمة، الشكرة لسهيل بن مسلم بن غزول بن حمرور العود
عمري قادمة بكل قوة في هذه اللحظات. التحديات جميلة والقادم أحلى، القادم أحلى هنا أيضا في هذه اللحظات. توزيع القادمة، حي بن خلفان بن محمد، الهوم لمن وصلت، وصلت بهذا الأداء ولكن صدام، صدام من تسللت على الصدارة، صدى على المقدمة على المركز الأول وصدارة هذا الشوط لمانع بن محمد بن مانع بن دواس العجمي، من انطلقت على الصدارة على المقدمة وعلى المركز الأول مع الأربعمية متر الأخيرة. ولكن هنا 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 توزيع، توزيع على المركز الثاني، توزيع توزيع على المركز الثاني هنا في هذه اللحظات. حي بن خلفان بن محمد الهاملي على المركز الثاني هنا الميتين متر الأخيرة، الميتين متر الأخيرة والانطلاق والتحدي. يا سلام التحديات، التحديات جميلة، الله 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 الله. ولكن هنا 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 صدارة، هنا صدارة المقدمة والمركز الأول في هذا التوزيع، توزيع توزيع من انطلقت على الصدارة على المقدمة. تهانينا والناموس على فوز توزيع الحي بن خلفان بن محمد الهام للمركز الثاني، صدام المانع بن محمد المانع بن دواس المركز الثالث. هناك أيضا من وصلت تغرودة بهذا الانطلاق، الخليفة بن محمد بن خليفة العميمي، وعلى المركز الرابع من وصلت مشاهدينا الكرام للسيد بن مسلم غزول بن حمرور العامري. وفي المركز الخامس كان الانطلاق من شواهين السيف بن دقاش بن محمد العامري من أتتنا على المركز الخامس. هذه هي النتائج مشاهدينا ومتابعينا الكرام للمراكز الأولى بهذا الانطلاق المميز الجميل. ونعود إلى هنا إلى أيضا توزيع من انتزعت الفوز والناموس وأدت السلام لأهالي أيضا الغربية بدولة الإمارات العربية المتحدة. تهانينا الحي بن خلفان بن محمد الهامري على هذا الأداء، وسبع دقائق هنا وأربعة وخمسين ثانية، ستة من الأجزاء من الثانية توقيتها الزمني. وشكرا يا خميس الغوشري على هذا الأداء المميز. المركز الثاني كانت هناك الصدى من أتتنا في المركز الثاني لمانع بن محمد بن مانع بن دواس العجمي، قاطع المسافة في سبع دقائق هنا أيضا 54 ثانية، تسعة من الأجزاء من الثانية. بينما المركز الثالث كان من نصيب تغرودة لأحمد بن مطر بن محمد بن خليفة العميمي، قاطع المسافة في سبع دقائق 55 ثانية، خمسة من الأجزاء من الثانية. تهانينا والناموس، تهانينا لجميع الفائزين. مشاهدينا متابعينا الكرام، التواصل يستمر في هذا الصباح والانطلاقات مستمرة شوطا بعد الأخير.